سلمان القريني مدير الكرة في نادي النصر، عنده تعليق على هذا الموضوع. حنستمع على جزئين في حديث خاص للملعب. الجزء الأول يتعلق بإجراءات اللي اتبعوها أو بالنظام اللي استندوا عليه عشان أو اللي خلاهم ما يلعبون اللاعبين الثلاثة في مباراة الاتحاد. خلينا نشوف الجزء الأول من حديث سلمان القريني عن هذا الموضوع. خلينا على اللوائح، وحسب اللوائح طبعا يفترض أن في المواضيع اللي مثل هذه أن البطولة، يعني بطولة خادم الحرمين الشريفين، أرسلنا تعميم فيها وبين فيه كل الخطوات اللي مفروض نتبعها وش نظام البطولة. هذا كان يفترض من ضمن الحاجات، لأن عندنا أن فرق مشاركة آسيويا أنه يذكر الحاجات هذه ونقطع دابر الأمور هذه. بالنسبة لنا عدم تلعيبة اللاعبين، اللوائح أو لائحة البطولة المسلمة للأندية من قبل الاتحاد الآسيوي عن طريق الاتحاد السعودي فيها مادة تنص أن اللاعبين اللي يحصلون على كرتين صفر، يعني نص واضح أنه يرحل الإيقاف، إذن فيه إيقاف يرحل على النحو المشار إليه في قانون الانضباط، تتعامل معه لجنة الانضباط في هالحالة، فهو يقول لك يرحل الإيقاف. نفس الشيء، نفس النص ينطبق على البطاقة الحمراء. الناس تقول ليش يعني نادي النصر، طبعا في موقفنا الآن من ناحية قانونية سليم 100%، ما علينا أي مدخل من ناحية قانونية، قد يكون علينا مدخل من ناحية فنية أن يعني ما لعبنا اللاعبين. لكن لو يعني الناس بتلومنا بكرة، يعني لو صدر قرار، لأنه يعتمد الآن، والدليل أن الاتحاد السعودي حتى الآن ما بت في الموضوع هذا بالنسبة لاحتجاج مثلا الفيصلي واحتجاج مثلا النادي الأهلي، ما بت في الموضوع. يعني لو الأمور واضحة فما بالك على بالنسبة للأندية. هنا بالنسبة لنا الآن اللي واضح في لائحة البطولة اللي إنا نمشي عليها أنه يرحل الإيقاف، سواء اللي يحصل على الكرتين الصفر في آخر مباراة وهي للفريق وهو في البطولة أنه يرحل الإيقاف، إذا نص على الإيقاف. نفس الشيء بالنسبة للأحمر. طبعا في قانون الانضباط هذا شأن، يعني ما عمم علينا قانون الانضباط، لكن يعني نطلع عليه بحكم يعني من خلال موقع الاتحاد الآسيوي، في نص صراحة على الكرت الأحمر. لكن بالنسبة لكرة الصفر نفسه يعني ينتظر تعليق لجنة الانضباط عليها. في الدليل زي ما قلنا أنهم الاتحاد السعودي إلى الآن لنا 4 أيام ما بت في الموضوع هذا، فأنا ما أقول أحمل الاتحاد السعودي، لكن يعتبرنا هو المظلة للأندية السعودية في بطولة محلية، كان عشان نقطع دابر الأمور هذه أنها تدخل ضمن الشروط اللي أرسلت للبطولة، أنها مثلا اللاعبين المشارك في آسيا وكذا وحصل على كذا ما يحق لها المشاركة في البطولة، خلاص أقطع دابر الأمور هذه لأني أنا الاتحاد المحلي. وبعدين ما ننسى أن المادة السابعة في، طبعا هذه اللي قلت لك عليها المواد، المادة 69 في نظام بطولة الاتحاد الآسيوي، الفقرة ألف الفقرة دال، النظام الأساسي للاتحاد السعودي المادة السابعة تقول أنه يلتزم اللجان والهيئات والمسؤولين والتابعين للاتحاد بقوانين الاتحاد، وكذلك قوانين وتعليمات الاتحاد الآسيوي والدولي. فلذلك يعني مرجعيتنا أنه والاتحاد السعودي الاتحاد الآسيوي أوله وبعد الاتحاد الدولي، لأنه هو المظلة. فلذلك يفترض من الاتحاد السعودي، ويعرف أن الحاجة هذه وصار فيها جدل العام الماضي، أنه حطها من ضمن شروط البطولة، لأنها بطولة كأس خادم الحرمين يرسلون الشروط، كان هذه تكون ضمن الأشياء هذه، اللاعب اللي حصل على كذا كان تقطع دابر الأمور هذه. فعلا ابو حمد، الاتحاد السعودي كان بامكانه يحل الموضوع هذه من بدري، من قبل ما يحدث اي شيء، كان بخطاب استفسار ويرد وانتهى الموضوع. لكنه حمد يقول انه، او سلمان يقول، التاخير هذا هو اللي سوى الحوسه. خلينا نشوف الجزء الثاني ايضا في حديث عن هذا الموضوع. السعودي زي ما قلت لك الى الان شبه هو الاتحاد السعودي بلجانه والموضوع وطرح ما بت فيها، لأن أصلا ما كان مستعد الاتحاد السعودي لمثل هذه. كان فيه اجتماع لنا في بداية مشاركتنا مع الأمين العام، كان حاضره رؤساء اللجان اللجنة الفنية، وعلى أساس نتكلم كيف يكون التواصل بين الأندية المشاركة في بطولة آسيا وبين الاتحاد السعودي، وقالوا بنخصص
يعني قسم مستقل او شخص مستقل يرجع له في زي الامور هذه. وللاسف يعني ما صارت الامور هذه ولا صار التواصل، بالعكس صار في بعض الاخطاء. انا اقول لك، ما اقول لك ان نحملها الاتحاد، لكن يفترض الاتحاد لانه هو المظله للانديه السعوديه انه يعني كان مستعد لمثل هذه الامور ولا يترك مجال، انه وضعها في شروط المسابقه، مسابقه لانها جت بعد البطوله الاسيويه، المفروض انه وضعها في شروط المسابقه لانها جتنا شروط المسابقه المشاركه في كاس خادم الحرمين الشريفين، لانها تختلف عن المسابقه الثانيه. يقول لك مثلا يشترك فيها مثلا اللاعبين من جميع الدرجات، اللي يحصل على انذارين كذا، هذه تعليمات البطوله. ليه ما دخلت فيها بند وقلت ترى اللي مشارك في اسيا وحصل على كذا ما يشارك؟ خلاص تقطع دابر الامور هذه وخلاص بالتنسيق، لان عندنا اصلا متواصلين مع رجال الاتحاد الاسيوي، لنا اعضاء بالاتحاد الاسيوي، كان هذه تقطع الجدل وتخلي الامور هذه. انا اقول لك الان من منظور اللائحه، الان اللي سمعت ومن خلال البرامج يبدو لي والاعلام اللي يتداول في الاعلام، ان النادي الاهلي مقدم احتجاج على الكابتن عبد العزيز السعران في نادي الشباب. انا اقول لك من يعني اذا جينا ننظر حسب لائحه الاتحاد الاسيوي، حسب لائحه الاتحاد وقانون الانضباط، انا اقول كذا انه فعلا مشاركه الكابتن عبد العزيز السعران غير نظاميه. انا سمعت برضه في الاعلام ان الاتحاد السعودي اعطاهم خطاب موافقه، فلذلك هذه انا اتوقع انها بتخلق جدل ومشاكل، لان اصلا نص قانون الانضباط في الاتحاد الاسيوي ان اللي اخذ عقوبه انضباطيه لازم يستوفي العقوبه. إذا خرج فريقه من المنافسة لازم يستوفي العقوبة ما لم تجتمع اللجنة الهيئة القضائية اللي مثلا لجنة الانضباط وتقول غير الكلام هذا، أنه يكتفى بالمباريات اللي لعبها وخروجه من المسابقة، لكنه لازم يستوفي العقوبة. فلذلك أنا أتوقع هذه هي اللي بتخلق جدل أكثر. هذا إذا جينا نتكلم عن النظام، إذا جينا نتكلم عن النظام. أن بالنسبة لنا في نادي النصر، نعم يعني كانت بتكون مغامرة كبيرة لو أشركنا اللاعبين، لكن ممكن فعلا ممكن يعني اقدمنا على الشيء هذا على اساس ان الان انا بالوضع هذا ما علينا اي التزام قانوني ابدا من الناحيه هذه. هذا بالنسبه لعمليه الناس يقول الانظمه واللوائح والاشياء، ليه؟ لانك تتعامل مع شيء قدامك، ولا كما يكون فيه لجان. انا بالنسبه اللي معنا اللائحه واضحه انه يرحل الايقاف على الكروت الصفر وعلى الكرت الاحمر، يعني نص صريح في اللائحه انه يرحل الايقاف، ما قال يرحل الكروت او ما ادري اذا، لا قال يرحل الايقاف الى على النحو المشار اليه في قانون الانضباط، اذا في ايقاف. لذلك ما يبغى الواحد يعني انا بالنسبه لي وش يعني لو لعبنا مثلا او لعبوا اللاعبين وذهب الناس بتلومنا بكره لو قالوا والله تروح النتيجه 3-0 لنادي الاتحاد. لكن الان فعلا بيكون علينا ملامه، لكن بتكون ملامه، لكن انا اكون في وضع سليم من ناحيه قانونيه. ليش؟ لان ما في شيء واضح. لو جتني في شروط البطوله او في شروط المسابقه كان تقطع كل الجدل هذا. فنحن نتعامل مع ظاهر النصوص،